شفت الامارات، شفت قطر، وشفت اكتر من حاجه، وشفت مصر وكده. الحقيقه يعني الامكانيات مرتفعه جدا والمستوى مرتفع جدا جدا، وانا يعني فخور جدا بالاداء العربي في المعرض دهوت. ان شاء الله الى الامام دايما وبالتوفيق. كيف وجدت جناح دولة قطر؟ كنت ماشي هنا بكل بعدي على كل المعارض العربية، وشفت برضه مصر، وعايزين نروح ان شاء الله الجزائر بعد كده. شفنا قطر من بره، المعرض حلو وشكله معمول بالخشب جميل، وشكله الحقيقة يعني وعليه طابور كبير، ناس زحمة كتير عايزين يخشوا. كيف الفعاليات الداخلية هنا في قطر؟ طبعا حاجات بيقدم لك الحاجات العربيه اللي هي الاصيله، الاصول العربيه زي الحنه. في واضح ان في بند موسيقي هيلعب موسيقى خارجيه قطريه جميله جدا. وفي هنا انا رحت قطر سنه 2010، فده برضو من منظر هنا بيفكرني بسوق واقف بالظبط، ونفس الكلام المباني اللي هي زي الحجريه كده. لا يعني هي شيء جميل جدا ورائع ومعبر جدا عن الهويه القطريه بالظبط.